هل مرحبا هون لبنى صوب مرحبا هلا <applause> انا داير اليوم حامل صندوقي صندوق الخوري وماشي لفت لي نظري برا في لبنى صوب لبنى كلمه عربي وصوب كلمه انجليزي هذا للتسويق مية بالمية هي لبنى نسبه لشجره اللبان يلي هي آه. شجره كتير مشهورة بلبنان وبقولوا انه من الاف السنين تسمى على اسم لبنان هيك في قصص لبنى بتقول. ولبنان ايه هي لبنى او اللبان شجرة البين يلي هي بتزهر زهرة بيضة مثل اللوغو طبعنا هيدي هي التسمية بترجع لإلها تعرفي انا لما شفت العنوان لبنى صوب صابون اه لكان في عالج قضية عندي يعني فكر فيها انه الصابونة تبعك فيني تطهرني من جوا يعني شو شو وظيفتها اذا بدي انا اتطهر من جوا هلا أني الطهاره من جوا بتجي من واحد قد ايه ايمانه كبير وقد ايه بيمشي على خطى الله يعني مم. نحن الصابونه تتنظف الوسخ الخارجي يعني هيك بس و ايه الصابونه فعليا لهيدي الاحتياجات أوكي. أوكي. الانسان هو اعماله يلي يعني بتخليه يطهر من جوا وبتخليه انه انسان نقي او انسان جيد اوكي يعني اللي بيجوا بيشتروا من عندك صابون من لبنى صوب هالمعمل المهضوم الحلو شو اهدافهم؟ يعني هدفهم النظافه؟ اكيد هدفهم اول شيء بيجوا على منطقه حلوه يلي هي منطقتنا كفر بيجوا بيتعرفوا على الصابون يلي هو صابون بينشغل بطريقه طبيعيه بينشغل اساس هذا الصابون زيت الزيتون يعني بيكون عندن تعلق بهيدي صابونه زيت الزيتون يلي كل عمره مشهور لبنان فيها، وبيجوا لانه هي صابونه مفيده للبشره، لانه هي صابونه بتنقي الوج، لانه بتفيد الاشخاص يلي عندن اكزيما، هيدي هاد اهداف ليش بيجوا الناس تاخذوا هيدي الصابونه في حدا من اللي بيجي بيكون عنده هاجس النظافه يعني وسواس النظافه اكيد في كتير ناس في في ناس بيكون عندهم وسواس النظافه انه يا هل ترى هالصابونه بتنظف انه آه. هيك في كتير عندهم هذا الوسواس انه بتطهر بتعقم يعني هيك آه. هو فعليا آه، مثل ما معروف يعني انه صابونه زيت الزيتون هي من احسن انواع الصابون صحيح هي اقل صابونه بترغي بالمطلق يعني اجمالا بتعمل رغوه يعني؟ ايه اقل صابونه هو زيت الزيتون كل الزيوت اللي فيها سكريات كثير هي بترغي اكثر صابون زيت الزيتون هو اقل زيت صابونه بيرغي بس هي من احسن انواع هيدا يعني بتعطي نظافه يعني بتعطي بس... نظافه اه لانه انا بلاحظ انه كل مره صابون كانه بدك يعني تستعملي نص الصابونه بدك بتتحصل. تشد وكيف اذا كنت بترد. موسوس يعني اذا كنت إيه. انه بدي انه نظافة حقيقيه واوثق فيها يعني وصدقها انه دل... هيدي مش كثير بستعمل الصابون قال له هيدا البلدي هدا البلدي. البلدي لانه صابون اساسه زيت الزيتون يعني دو... مشان هيك لانه هو مشهور بلبنان بزيت الزيتون بعده مناطق بمناطق الشمال بمناطق الجنوب كل عمره نجدودنا يستعملوا هيدي الصابونه البلديه مشان هيك بعد تسميتها هلا نحن حاولنا شوي نعملها شوي عصرية يعني مشان هيك بتشوف عنا القياسات والأشكال, والأشكال كرمال تتماشى مع مع العصر ومع احتياجات العصر لأنه بتحس إنه الصابونة القديمة في كتير ناس بيقولوا لك إيش صابونة ستة ما بحبوها يعني هيك آه مع انه هي صابونه ستة صابونه كثير منيحه بس انه مشان هيك اعتمدنا اشكال جديده ومطوره كرمال الناس هيك تفوت براسهم فكره حلوه وجديده بالنسبة لك انت شو اللي بينجس الانسان يعني بخليه يصير مش نظيف؟ اعماله 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 افكاره الطريقة اللي بيتعاطى فيها مع الناس النوايا السيئة هيدي الاشياء اللي بتنجس الانسان يعني انت قديه بتكون عندك نية طيبة تجاه الناس وعندك فكر محرر من الاشياء والسموم قديه انت انسان هيك عايش حقيقي قد انت بتفكر بطريقه حلوه والانسان يلي بيفكر بطريقه سيئه هو انسان بيكون تعب حاله ليش بدك تعب حالك اوكي انت يعني نحن عالم اليوم يعني ما بيركز الا على الطهاره او النظافه الخارجيه 100% انه مش مهم من جوا كيف الواحد بيفكر بس اكيد بتبين النتائج من خلال زنيته سلبيه سيئه رح تبين بتعاملي مع الاخرين أه يعني قديش الصابونه هي بتذكر يعني بعرف مع الناس اللي بيجوا قلت لي بيجوا ناس بيشتغلوا يعني بتعملوا ورك بيجوا <applause> ناس هن بيعملوا الصابون وهيك أه شي مره سالتيهم اذا بيهمهم يعملوا ورك حول طهارتهم الداخليه وقت بقول طهاره يعني اكيد مش خطيه يعني عدم الخطيه بس كمان يعني هالنقاء الداخلي شي مرة هيك انفتح الموضوع وحدا خبرك؟ أه مش انفتح الموضوع بشكل بشكل معالج يعني أو بشكل هيك لأنه أكيد أنا مش مش بس في كتير ناس بيقولوا لنا إنه وقت نوصل لهون ونعيش هالرواق يلي هون وقت حدا يتطلع يشوف هيك هالمناظر الطبيعة قدامه بقلنا إنه مثلا هيدا الرواق وهيك بيعطينا سلام داخلي مم. بحسسنا بشي هيك حلو يعني بصير مثل يعني الجي يعني هيك خفاف يمكن هيدا الشيء مثل نوع من من علاج مم. ما بعرف اوكي يعني دائما الاطار يلي الواحد بيعيش فيه 100% يعني هو بيساعد على التنقيه الداخليه باستثناء هالحفاره يلي يعني هلا هل عم يحفروا نحن وعم نحكي معك <applause> بس صوتك واضح ومش مشكله ابدا عم بقرا برساله بولس للثاني لاهل كورنثوس بيقول فاذ لنا هذه المواعيد يعني مواعيد يسوع بالحياه وبالخلاص لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح يعني قديش يعني الانسان بده يعرف يهتم بمن جوا ومن برا وقديش بعرف انا انه في ناس بيركزوا كثير على الاشياء الخارجيه بس كمان في ناس يعني الجو بيعكس لبرا ببين برا بصابون وبلا صابون مش عم نتنكر لفضايل الصابون <applause> معمل مش معمل هالاتوليه الحلو المعضوم لوبنا سوب بس انه كل مره يكون الواحد من جوا هيك صافي بنويه لانه مستند بيقول بولس لنا هذه المواعيد يعني انا لشو بناضل لشو بجتهد وبتعب لانه في نتيجه او لانه في وعود من قبل وعودي سوء لنا بالحياة هي بتخلي الواحد أنه ما يقبل بحاله كيف ما يكون يعني من جوا ومن برا يكون هيك عم يلمع يكون <applause> <applause> لك <applause> أبونا هو الإنسان كمان لما بيكون لما بيكون أفكار الناس اللي عندهم أفكار سيئة أنا بلاقيهم هن ناس تعبانين يعني لازم الواحد هيك هو يريح حاله يعني لما أنت بتكون انت اللي من جوا حلو واللي من برا حلو وما بتفكر بطريقه بشعه، انت بتكون مرتاح ومبسوط ويلي حواليك هيدا الشيء بيعكس لحتى يكونوا كمان مرتاحين معك ومبسوطين. كثير حلو. يعني من هيك بيقدر الصابون كمان يساعد انت يكون عندي يعني نقاء داخلي بس الواحد يصير راضي عن حاله عن ريحته 100% بصير كمان يقدر يتفاعل بشكل سليم مية مع مية الاخرين، اذا الواحد مش قابل حاله مش رح يبادر ويتلاقى بالاخرين. كثير حلو انا بعرف قديش كلام يسوع حق بكل يلي قالوا ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم وهذا اللي كنت عم تقولي نوايا يعني انه مش هينه بس الواحد يكون لانه بيكون تعبان بتصير مش قابل الاخر مش قابل يتعامل معه كل صابون الارض وكل صابون لبنى سوق ما راح يكفيه لانه هذا كله بيروح لانه بتشتغل الصابونه بتعمل مفعول بعد شوي بيروح مفعوله بدنا صابونه ثانيه بس لما بيكون المواعيد يسوع يعني وعوده وكلامه وهو المقياس انا بسهوله بصير ينعكس اللي من جوا على من برا, برا. عظيم يعني انا شو بدي اقول لك انبسطت لانه طمنت بالي هلا انه مش بس بعوز الصابونه بعوز كمان شيء هيك ينظفني يعني كمان من جوا نحن بالكنيسة عنا سر التوبة يعني التوبة عن الخطايا الوقوف قدام وجه الرب وطلب رحمته يعني هو كمان بيساعده وبيتلاقوا مع النظافة الخارجية بس ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم وهيك صابوناتك ما بينفعوا اذا اللي خارج من الفم هو اللي بينجسني ما راح ينفعوني صابوناتي 100% <applause> <applause> <مية> بس انا بقدر اكيد مجرد هذا الجهد اللي عم ينعمل وفي فكره حلوه تتحقق بدل قديش في ابداع وقديش يعني في في مواهب عم تنحط لنشوف نشوف الدنيا حلوه والدنيا بتحرز بتنعاش رغم كل شيء 100% لينا عقيقي لبنى سوب جزيل الشكر على استضافتك وعطينا من فيك. وقتك هاو شو بتعملي فيهم؟ هول الورد بنفرطهم بنفرمهم كتير رفيع وهول ابونا فيهون مم. مم. في هون صابونة ورد لحية اوكي هول بنحطهم بقلب الصابون نحن عم نشتغلها وبس تنشف الصابونة بصيروا هول الزهرات بقلب الصابون اه اوكي عظيم عظيم حلو كتير حلو كتير مم. بشكرك مرة تانية لينا يا اهلا وربنا يبارك ميرسي والله يبارككم بارك. كمان شكرا